خدمه. لان 89 90 بغيت نعاود ندير محاوله اخرى، نرجع للتلفزيون نشوف شنو كان. دخلت لقيت الجو ما فيه ما يتشاف. بعد لا كان هذاك الجو تما ديال الاذاعه، لانه اي اذاعه ولا اي تلفزيون كيكون فيه واحد لومبيونس، واحد الحيويه، واحد النشاط، كنا كنسمعوه شويه ديال الضحك شناش ضحكنا في الكولوار هذاك السلم افلام مبتسم. دخلت لقيت بحال داخل شي كلينيك كيهضروا في الودنين. انا ما هذاك الجو اللي كيخلع واخا هكاك تزيد انت ما عندك غرض بهاد الناس، ولكن كنت غادي للهاويه وصافي. على اين في الاول ما كنتش غادي نخسر بعدا مادي، جيت خديت موافقه باش نصوب حلقه نموذجيه. كنقول لهم راه عندي مسلسل، قال لك ايه لابد. ديك الساعه بداو كيقولوا بيلوت غنصيفط الطياره. البرنامج ديالي راه معروف، هذا دابا ماشي برنامج غادي نديرو، انا ما غنديرش كاين برنامج، غندير مسلسل مسرحي. المشهد الاول اللي غادي نصور هو الاخر واقيله، واش نصور لك الحلقه الاولى راه فيها لقطات ماشي كاينه، عندي كوباج تكنيك غنتبعو في ما عجبكش ما تدوزوش. انا نغامر بفلوسي وكلشي ورجعت لطنجه نتسنى الجواب. هي هذيك ضربتها بواحد التهريسه من هذا الرجل، درست واحد ثلاثه التهريسات زوينين، خليت لهم هذيك حلقه نموذجيه. ما بقيت سولت فيها لانه جات ظروف صحيه، اذا تما ما بقى ما نقول عليهم التلفزيون ما عنده ذنوب في هذه الظروف الصحيه اللي دازت عليا. اللي بقيت واحد العامين وانا العام وانا بالقبص، وعامين وانا بسرح هذه الرجل هذه ما كان طويل، وريديكاسيون وديك هكا كازو اسمو تقدر تولي اوبيراسيونيل تنوض تخدم، يعني باغي تخدم ولكن ما كاينه الصحه. الله يرزق الصحه لجميع الاخوه المؤمنين. بنتي دارت هي عمليه على القلب في 92، باقي انا ما زوجتش هكاك دونك جاو ظروف صحيه تبعي بنتي امل. المهم العمليه دازت والحمد لله بخير وعلى خير. وامل بنتي كانت كتخدم معايا في برامج الاطفال اللي كبرت شويه، عندها ولات عندها شي 13 عام. لان درت عمليه على القلب مفتوح وخرجنا، بدينا كنخرجوا في الفلوس ما بقيناش كندخلوا. من بعد حيت العكاكيز جاب الله الشفاء، عيط لي جيلي لي فرحتي، صورت مع خيول الحد 93 94 كان فيلم ديال خيول الحد، اول دور سينمائي. ما عمرني لعبت سينما ديك الساعه وكنت فخور بالتعامل ديالي مع مخرج جميل ودور جميل فيلم جميل. داك الفيلم خدا جائزه كبرى في طنجه وفي قرطاج وفي ميلان ايطاليا. لاباس؟ كيف كنت؟ لاباس الحمد لله. قول لي يا محمد، نهارش غادي نسافر؟ راه الفلوس عندي موجودين، ها هو في الجيب هذا، ما تقولها لتا شي واحد. نهارش غادي نسافر؟ هيني هنشوف المرينة وربع عليك الخبر. ما تنسانيش. فين مشيتي؟ فين؟ هز عليك هز. يا محمد اول ما يفتحوا لي عيني وبدا نشوف النور، اول حاجه كنطلب من عند ربي هي نشوف ولدي ونشوفك انت يا محمد. قالت لي حكيم النوري واحد النهار ولعبت معاه في عبيرو في صمت واحد الدور قصير. في السينما ما كاينش دور قصير ودور طويل، كاين دور تكميلي. اسمع انا ما كتسول جيب لي خويا الطوموبيل. الطوموبيل ديال مولاتها وانت مالك؟ قول لي اسمح لي والله ما عرفتك. شكون مولاتها الطوموبيل؟ الطوموبيل سيدي مولاتها صاحبة واحد الشخصية مهمة من دوك اللي في الحكومة. دوك اللي كيكميو السيجار ديال 1000 ريال الواحد. اسمها؟ اسميتها كريمة. كريمة ولا حبيبة؟ لا كريمة. من دوك ذاك النوع ديال صحاب عرفتيهم ذاك النوع؟ أيوه
ولا مسخرت شي صخره كاين غير 5000 فرانك ولكو صافي صافي سميما هي كذبه جميله باش تقول الحقيقه يقولوا سينما سي مونسونج بور دير لا فيريتي سينما ما جاوش فرص بزاف ولكن جاوني كاسكادور خدمت كاسكادور كان شعلوا فيها العافيه كان انا كنت لاد العصا واحد النهار فيلم فيه العنف في واحد واحد القهوه وعطوني قلت لاد العصا ب 700 الف فرنك جات مع الدخله للمدرسه مزيان هذيك العينين تسدوا وكل شيء ولكن جيب فيه واحد 7000 درهم والمخرج ميسالينا زادني واحد 3000 درهم لانه بقيت فيه محمد شوكي الله يرحمه كنت تعرفت معاه في ذاك الوقت وشافني في ذاك الفيلم لانه شاف ذاك الصبليوني واحد الصحيح اللي غادي يذكرني كيبكي شكري الله كيبكي بالضحك وكيبكي بالحزن بجوج كيف قلت لوالدي اش هاد المهنه هادي كدير انت فنان وفنان عنده ريف وشي حاجه اخرى تيرا الا صافي راه دابا غادي يديوني غيلوحوني من واحد الطوموبيل وسط واحد الكشاف بحال واحد الميت وغيعطوني 10000 درهم اش بغيت نمشي 10000 درهم الطوموبيل هادي مسكين كان كيخاف عليا على ولادي لان 97 انا هي عندي حاليا لانه تما فين جبتها في راسي مزيان السيد اللي غرقني ما قصدش ديك البراءة ديالو واحد كنت كنتعامل معاه دائما سميتو الحاج قروق كنت كنتعامل معاه يعني يقدر نوغا بالتليفون راه اسمو كاين هادي ولا اسمو دريس راه اجي يتكلم راه قبلوا لك الحلقة النموذجية مثلا او ففي هذيك الوقت ملي قلت له سي قروق غادي ندير عمل ونجيبو جاهز للعرض قال لي غادي يكون حسن يقبلوه ولكن ما كانش حاجة كتابية اذا انا غرقت راسي بيدي هذيك الساعة صورت طلعت لطنجة جمعت المجموعة أخرى عاوتاني في طنجة ومعايا ولادي وضحيت برزق ولادي وبالخبز ديال ولادي والقوت ديالي اليومي وبديت كنصور مدة 3 شهور تكملت هذاك المسلسل وجيت للدار البيضاء درت المونتاج في واحد الشركة خاصة بالمونتاج شركة حرة عطيتهم العمل ديالي قلت لها هو عندكم حتى يعطوني الموافقة ونخلصكم واش دخل عندك الله دابا كنشوف شوف وكان دابا هادي تخرج يلاه كيفاش غنعمل ومن عندي انا كرا قتلتيه مره قتلو كاع هذاك العمل بقى عند الشركه اللي دارت لي المونتاج وانا خديت الفي اش اس دفعتو لهم بقيت كنتظر الجواب لان الجواب جا عباره عن رساله فيها كانت المباراه احنا صدقنا هذيك المباراه وفيها ناس اسماء ديالهم موازينه ملي جاني الجواب فيه مكتوب لا يمكن الحكم على صلاحيته الأوراق المقترحة على اللجنة لا تشكل ملفاً